السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. كي نبدأ في دراسة قانون مندل وكيف تعرف على تناقل الصفات الوراثية. هذه نبات البزيلة التي درس خصائصها مندل. هذه الشجرة كما نلاحظ ذات ساق قصير مقارنة مع أشتال أخرى. لو نظرنا إلى زهرة البزيلة فإننا نشاهد أنها تخرج من الإبط البرعم، فبالتالي هذه الأشتال الأزهار تبعتها إبطية. لو جئنا إلى زهرة البزيلة سنجد تتكون من منطقة، عندي هنا العنق، عندنا هان المنطقة هاي اللي هي السبلات، عندي هاي خمس سبلات وجميعها على بعض نطلق عليها اسم الكأس. ثم يأتي بعد الكأس التويج البتلات، طبعا عندنا مو ضروري نتطرق لأسمائهم، الجناحين والتويج والزورق، وهذا طبعا أسماء البتلات. طبعا هان لونها أبيض، واللون الأبيض بالنسبة للأزهار في مندل متنحية، سنتعرف لاحقا ما معنى كلمة متنحية. طبعا هاي أيضا جزء من اللي هو التويج، هذا اللي بنقول عنه الزورق. هان هذه الخيوط الرفيعة اللي هي بنطلق عليها الطلع، اللي هي عبارة عن الأسدية. لو نلاحظ يوجد اللون البرتقالي، هذا اللي هو الفصل من الخيط، اللي هو الخيط مع المتك يطلق عليه اسم سداء. هذا مجموعة الأسدية، هاي قطعتها. نأتي إلى الداخل، هاي طبعا اللون أخضر، هذا اللي هو عبارة عن المبيض، والذي يعليه الخيط هاي بنقول عنه القلم، وأعلاه الجزء هذا اللي فوق هي الميسم. فبالتالي زهرة البزيلة عبارة عن زهرة خنثى. لو فتحنا المبيض من الداخل سيكون موجود فيه البويضات. طبعا هذه الحبات البيضاء الصغيرة، عبارة عن بويضات، هذه الصغيرة بويضات، هذه. إذا بالتالي لجأ مندل للتلقيح الذاتي أحيانا وللتلقيح الخلطي أحيانا أخرى. ما معنى تلقيح ذاتي؟ إنه هاي البويضات الآن اللي طلعناها من المبيض تأخذ حبة لقاح من المتك اللي حكينا عنه قبل شوي، فبالتالي بصير تلقيح ذاتي. تلقيح الخلطي كان ياخذ متك او حبوب اللقاح من متك زهرة وينقله لزهرة تانية حتى يتم تلقيح اللي هو البويضات هاي. الان لو جئنا الى قرن البزيلة، قرن البزيلة هاي اللي احنا امامنا، قرن البزيلة هاد نيجي نفتحه من الداخل، هذه هي البذور اللي هي في الأساس كانت عبارة عن بويضات. البويضات هذه يعني قشرة البزيلة، هذا القرن هاد هو عبارة عن المبيض، وهاي البذور اللي جواتها هذا اللي احنا الجزء الذي يؤكل، هذه عبارة عن في الأساس كانت بويضات. بعد ما أخصبت حبة اللقاح كونت عند البذور هذا. هان لو نيجي طبعا على اساس بتيجي حبة اللقاح ان مع البويضة ان، بيطلع عندي اثنين ان، بيبدأ اللي هو ينقسم اللي هو الجنين، وبخلال عملية الانقسام ايضا بتتكون عندي اللي هي البروتين والسكريات اللي هي التي تحيط اللي هي بتكون تكون البذرة في النهاية.
عندنا هان لو نيجي نبص على القرن بنلاحظ عندنا هان بقايا او الكأس باقي، ده هو في نهايته هذا. لكن لو نيجي نبص بالنسبة اللي هو البتلات مو موجودة، راحت الطائرات، لكن اثاره مين نضل بس الكأس. سنتعرف لاحقا على كيفية دراسة مندل لنقل الصفات في حلقة قادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.